بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. هنقدم لكم في الفيديو ده شرح كيفية تسجيل حساب الطالب على منصة إدمودو. في البداية أنت هتفتح الموقع بتاع إدمودو بشكل طبيعي، وأول ما تدخل على الموقع بتاع إدمودو هتيجي تعمل ساين أب. لما تعمل ساين أب هيسألك هل أنت طالب، هل أنت معلم، هل انت ولي امر؟ طبعا انت هتختار بانك طالب. قدامك 3 خيارات للتسجيل. الخيار الاولاني انك تسجل بالجيميل بتاعك، الخيار التاني انك تسجل بالاوفيس 365 بتاعك في حالة لو عندك ايميل 365، الخيار التالت وهو اللي دايما بفضله بانك تسجل بالطريقة التقليدية، بانك تكتب بياناتك بكل بساطة وبعد كده تعمل ساين اب. ليه ما احبش انك تستخدم الخيارين دول؟ ما احبش انك تستخدم الخيارين دول لانك بتدي الباسورد بتاع الايميل بتاعك للشركات، للموقع ده او للمنصة دي. ما احبش دايما الحتة دي. لو انت هتستخدم اوفيس 365 مفيش مشكلة، انما لو انت هتستخدم ايميلك الشخصي ما تدخلش على الاتنين دول وابدأ بالخيارات اللي تحت. على سبيل المثال انا هبدأ هنا مثلا بالاسم، فاكتب مثلا الاسم ياسر، واكتب اللاست نيم بتاعي نجيب. مطلوب منك انك تدخل كلاس كود. طب هجيب كلاس كود منين؟ الأكواد اللي أنت استلمتها في المدرسة أو اللي هي اتنشرت عندك عن طريق المدرسة. اسأل مدرسك، اسأل إدارة المدرسة بتاعتك، هتلاقي في مجموعة من الأكواد اللي أنت ممكن تحصل عليها علشان تتابع فصولك. على سبيل المثال أنا هدخل على كود أخدته من فصل منشأ مسبقا، بأني هكتب NTB 4B8. طبعا قبل كده لاحظوا بأنه كان بيقول لنا بأن في مشكلة في الكود ده، الكود ده ما هوش بتاع فصل صحيح، ما ينفعش انك تاخد الكود ده. لما انا زودت الـ8 فعلا دور على الكود ده لقى بأنه فصل موجود، فقال لي اه ماشي الكود ده صالح بأنك تقدر تسجل فيه. بعد ما كتبنا كود الفصل هنيجي على كود الطالب او اليوزر نيم بتاع الطالب. اليوزر نيم بتاع الطالب لازم هتكتب فيه MOE في الأول، وبعد كده هتكتب الكود بتاع ابنك. على سبيل المثال هنضرب رقم عشوائي، طبعا الكود ده ما تسجلش بأي رقم غير الرقم بتاع، طبعا ده رقم متسجل فعليا. على سبيل المثال أنا هكتب رقم أكبر فعليا من أي رقم ممكن ياخده أي طالب، على أساس إن احنا نشوف بأنه لما يبقى الكود بتاعك صحيح الكود ده أو اليوزر نيم ده ما هوش متاح. وبعد كده احط الايميل بتاعي. ايه الباسورد اللي انت تختاره عشان تدخل؟ سجل الباسورد اللي انت عايزها. يفضل انك تستخدم حاجات الباسورد ليك يكون في ارقام، يكون في حروف، يكون في رموز، يكون في كابيتال وسمول، وما يكونش اقل من 8 حروف. على سبيل المثال خلينا مثلا ناخد مجموعة من الباسوردات الافتراضية، خلينا نفرض مثلا بأنك هتحط الباسورد بتاعك BFD أو كذا 65 7 زائد، ممكن تحط علامة آت، ممكن تحط علامة دولار، مش هنزود يعني فيها. أنصح بأن دايما لو أنت هتحط حرف حط الحرف الأولاني عادي كحرف طبيعي جدا، وممكن تغير في اي حرف جوه. يعني مثلا انا هخلي الجي هو اللي حرف كابيتال، يبقى انت هنا في الحالة ديت انت عملت باسورد فيه حروف، فيه رموز، وفيه في نفس الوقت ارقام، والاهم بان الباسورد بتاعك زيادة عن العدد بتاع 8 حروف. هحط الباسورد بتاعي وبعدين هقول له ساين اب فور فري. ما انصحش دايما بانك تحفظ الباسورد بتاعتك في المتصفح، فشيل المتصفح. طيب
في الصفحة ديت هيطلب منك انك تدخل له رقم تليفون لولي امرك او ان تدخل له الايميل بتاع والدك. هكتب مثلا ايميل افتراضي وبعد كده هطلب نوتيفاي. طبعا الحساب ده احنا بنعمله عشان نشرح لكم ازاي تقدر تدخل في فصل او ازاي تقدر تتابع انك تدخل في فصل. على سبيل المثال انا دخلت المنصة اهو، تقدر بانك تتحكم من اللغة بتاعتها هنا، بس افضل بانك تستخدم الواجهة في اللغة الانجليزية لغاية لما تضيف البيانات بتاعتك. الفصل بتاعي ظهر هنا، تقدر بانك تضيف فصول تانية من خلال الثلاث نقط اللي جنب فصولك وجوين كلاس، تكتب الكود بتاع الكلاس التاني وتعمل جوين زي ما احنا ما اخدنا. طبعا لو انت ضغطت على الفصل ده هيدخلك على كل الحاجات اللي موجودة في الفصل ده، مثلا كان في تكليف موجود في الفصل ده تمت الاستجابة ليه قبل كده، والمفروض بقى ان التكليف ده كان واجب مطلوب منكم، والواجب ده كان او الامتحان ده كان مطلوب منك في خلال وقت محدد، ولكن انت ما تقدرش بانك تتابع دلوقتي الواجب ده لان الواجب ده مدته انتهت. ايا كان انت تقدر انك تدخل وتعلق على الواجب ده، او تقدر تدخل تعلق على التكليف ده، او تتواصل مع المدرس بتاعك اللي موجود معك. تقدر بانك تشوف الملفات اللي موجودة عندك، طبعا هو بيعرض لك هنا بان الفصل ده اسمه كذا، الفصل ده يخص المرحلة الصف الاول الاعدادي فبيسميها الصف السابع، الصف ده المدرس بتاعه اسمه ياسر محمد نجيب. تقدر بانك تدخل على الفولدرز، لو انت في ملفات تمت مشاركتها على الفصل ده هتلاقيها هنا. تقدر بانك تدخل على الممبرز، مين الاعضاء اللي موجودين معاك هنا. طبعا الاعضاء هو الحساب اللي احنا مسجلينه بس هنا حاليا طبعا لان الفصل ده تجريبي، وتقدر تدخل وتتابع مين هم المدرسين، فهتلاقي بان المدرسين موجودين هنا سواء في مدرس واحد للفصل او في اكتر من مدرس. المجموعات الصغيرة دي تقدر المدرس بقى انه يعملها وانت تتابعها بعد كده. طيب تقدر تغير اللغة من هنا وتاخد اللغة العربية، فتخلي واجهة الموقع بتاعتك عربية، او هنخليها انجليزية وهي اللي انا افضله لغاية لما نضيف رقم التليفون. دايما الامان بانك تضيف رقم تليفون. هضيفه منين؟ هتيجي على الصورة بتاعتك وبعدين تعمل سيتنج، هتضيف رقم التليفون. لنفرض انا مثلا هكتب رقم تليفون لما هضيف له رقم التليفون ده هقول له سيف فون نمبر. ساعة ما يجي يطلب منك التأكيد هيتبعت لك الكود. طيب احنا ليه طلبنا بان الصفحة تكون باللغة الانجليزية في البداية؟ طبعا لك حرية الاختيار بعد كده، ولكن في البداية انصح بانها تكون باللغة الانجليزية لانك ساعة ما تيجي تدخل الكود مثلا اللي انت هتدخله هنا مطلوب منك انك تدخل الارقام. لو انت كانت صفحتك بالعربي الارقام هتكتب معاك بالشكل ده، ولكن طبعا هيديلك بان الكود غلط لانه طالب منك بانك تدخل الارقام بالشكل ده، فهتتعب نفسك على ما تيجي تاخد تكتب الارقام بالشكل ده. طبعا هي ليها اكتر من طريقه بس ما هوش مجالها هنا، بس ما ينفعش يبقى انك تقعد تضيع وقتك في الحته دي. فحفاظا على وقتك خلي الارقام خلي الصفحه بتاعتك او اللوكه بتاعتك باللغه الانجليزيه، هتقدر ساعتها بانك تستخدم الارقام بالشكل اللي احنا مظللين عليه ده، وتقدر انك تستفيد منها وتسجل الكود بتاعك وتفعله. لو انت عايز رابط معين لصفحتك بتقوم عامل الرابط وبعدين بتكتب edit profile. طيب انا دلوقتي عايز اعدل البيانات بتاعتي، هو قال لك الاسم هنا ياسر نجيب، الايميل بتاعك خلي بالك الايميل بتاعك لسه ما تفعلش. طيب انا هقول له فعل لي الايميل
عايز تبعت الايميل للتأكيد؟ اه. هتبدأ انك تفتح الايميل بتاعك. هو حاليا اهو بعت لي بأن منصة ادمودو بعتلك بأنك مطلوب منك تأكيد الايميل ده. هتضغط على رسالة التأكيد. بمجرد ما تضغط على رسالة التأكيد هيكون تم تأكيد حسابك. طيب خلينا نعمل ريفرش مثلا. أو تحديث للصفحة. أرى لك بأن الإيميل حاليا متفعل. خلاص، والايميل ده تمام وهو محل ثقة حاليا. تقدر تختار الدولة بتاعتك والتايم زون بتاعك. يفضل بأن التايم زون بتاعك يكون جي ام تي زائد 2 اللي هو توقيت مصر. طبعا لو انت عملت الحساب ده بالغلط ولا حاجة وعايز تحذفه تقدر تحذفه من دي اكتيفيت يور اكونت وتدخل على سيف changes. طبعا هو طالب منك علشان يحفظ اي تعديلات انت عملتها، طالب منك انك تدخله الباسورد بتاعتك.